اللحوم الحمراء احنا المنتوج تاعنا يعني من الاغنام هو راه كافي، يعني عندنا منتوج كافي وطنيا. لكن بالنسبه للاسعار، بالنسبه للاسعار هي كي تشوف الموالين ولا تتكلم مع الموالين في الفيدراليه الوطنيه للمنتجين ولا المجلس الوطني للمنتجين اللحوم الحمراء، يعني السعر هما لما يبيع المنتوج تاعو ويبيعوه السعر ب 900 او 800 دينار هكذا، لكن المارج الاخرى راح تروح في وزير الصناعه. وزير التجاره اعتقد انه صرح وقال بانه هذه السنه سعر اللحوم الحمراء في الجزائر راح يكون 800 دينار ان شاء الله. انا شفت 800 دينار وربما في للمستهلك الجزائري إن شاء الله. سمعنا بانه 800 دينار، لانه 800 دينار الفلاح يقول بلي انا السعر المرجعي تاعي هو 800 دينار باش نقدر يبيعوه ب 800 دينار. هذه الحلقه اللي راهو المستورده ما تشكلكمش انتم عائق الاستيراد سنا مع وزاره الفلاحه او الحكومه يعني تفطنوا باش اللحوم اللحوم المجمد تستورد اللحوم المجمده، اما اللحوم الطازجه تجي على شكل يعني عجول تجي اون فيف ما تجيش تذبح هنا في الجزائر. تذبح هنا في الجزائر باش تكون عندنا يعني قيمه. مذابح مهيئه الان. مذابح مهيئه، عندنا مذابح عصريه في كل الولايات وباش تكون نزيدوا لها قيمه مضافه هنا في الجزائر.